ينضم إلينا عبر الهاتف السيد مروان درقاش المحلل السياسي، ورحب بك بداية. سيد مروان، كيف السبب الحقيقي لإغلاق الموانئ النفطية؟ كيف تراه؟ نعم، المحاولة هي محاولة صراحة وأيضا يريد بذلك تأثير المجريات المعركة عبر التأثير على الدعم العسكري بعد أن بان فشله واضحا في اختراق دفاعات قوات حكومة الوفاق. أيضا هي خسارة في المجتمع الدولي، يعني عندما يمنى خليفة حفتر بخسارة سياسية ودبلوماسية في موسكو وكذلك في مؤتمر برلين يرد خسارة عبر إغلاق النفط حتى يبلغ أنه بالفعل يمتلك نفاذ الثقافة الليبية، ويريد أن يؤثر على حياة اليوم في المواطن الليبي، وبذلك كأنه يقص على الواقع في بعد أن أثر كل أدوات الدعم التي كانت تزوده بالقوة وتزوده بالتفوق على قوات الوفاق، وهذا حدث بعد التحالف التركي الليبي والذي قلب موازين القوى وجعل كافة القوى. طيب سيد مروان، هناك من يرى أن إغلاق هذه البوانئ هي عبارة عن ورقة ضغط. نعم هذا صحيح، ويحاول هذه الورقة أن يكتب مجددا بعد أن خسر، يعني كما قلت هو خسر على أصعدة كثيرة، من أصعدة دبلوماسية وسياسية وأصعدة أيضا عسكرية بعد التحالف الليبي التركي، ولذلك هو يحاول الضغط على المواطن الليبي ويحاول أن يوصل رسالة بأنه قادر بالفعل أن يؤثر على الحياة اليومية للمواطن الليبي، ويريد أن يرسل رسالة بأنه قادر، هو الوحيد قادر على إنعاش النظام الليبي عبر فتح النفط. سيد مروان. نعم. السفارة الأمريكية لها بيان اليوم، وكذلك تصريحات كونتي، هل برأيك هل يستجيب حفتر لهكذا بيانات؟ الحقيقة البيان للسفارة الأمريكية لا يمثل قوة ضغط كبيرة، لأن كما نعلم في المرة السابقة عندما أغلق أو حول حفتر عائلات النفط إلى المؤسسة الوطنية الموازية في باريغازي لم يصدر بيان من السفارة الأمريكية، وإنما صدر أمر مباشر من السلطات الأمريكية عبر مكالمة هاتفية بالتوقف عن تحويل عائدات النفط إلى المؤسسة الموازية.